Prosaïque FM. هذا والعقارات هذه فيها المسجل 414 من عام من الستينات هذوما نقلوهم من الفيضانات لا هذوما فيها من منقلين وفيها مش منقلين معناها من وقت الاستقلال تجمعات سكنيين واحد هي مواصلة بزيارات انطلقنا فيها في جهات زيارات انطلقت حربنا على الفساد وحربنا على الإرهاب ما يلزمش تنسينا أولويات التنمية أولويات التشغيل في الجهات في كامل جهات الجمهورية اليوم في جهة بجة يعني سنكون في زيارة عديد من النقاط سيكون هناك مجلس جهوي ممتاز للتنمية في الولاية بعد قليل وأيضا ربما قرارات وإجراءات في الجهة في التنمية في التشغيل في البنية التحتية في المجال الصحي في المجال الثقافي في مجال الرياضة في العديد من المجالات وهذا يعني هدف حكومة الوحدة الوطنية التنمية التشغيل الاستثمار في الجهات هذه أولوية من أولويات ما يلزمناش